يقول السائل: هل تجوز الصلاة خلف من يدعو الناس لعبادة القبور؟ لا، يدعو الناس إلى عبادة القبور هذا مشرك، ولا تصح صلاته، ولا تصح صلاة من خلفه، فلا يجوز هذا. نعم. ثم يقول حفظك الله: وعندما نهيت الإخوة عن الصلاة عن مثل هذا ردوا علي بأن الطحاوي رحمه الله قال في عقيدته: إن السلف يرون الصلاة خلف كل بر وفاجر. فاجر دون الكفر يا أخي، هذا كافر ما هو فاجر، الفاجر العاصي اللي معصيته دون الكفر، هذا قصد الطحاوي رحمه الله. وهذا في الإمام خاصة، إمام ولي الأمر المسلمين، ما هو بكل فاجر، لا، ولي أمر المسلمين إذا كان عنده معاصي لا تخرجه من الإسلام تلزم طاعته والصلاة خلفه والجهاد معه. نعم.